عناوين عديدة مهمة طبعت القمة العربية 26 المنعقدة في شرم الشيخ المصرية وأبرزها التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي والهوية العربية والتطرف والإرهاب والحروب المندلعة في اليمن والعراق وسوريا وليبيا وصولا إلى قضية فلسطين والأزمة السياسية في لبنان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ترأس القمة تحدث عن المخاطر التي يتعرض لها الإقليم العربي وضرورة إيجاد السبل لصد التدخل الخارجي ووقف المساس بالسيادة العربية نحتاج إلى التفكير بعمق وبثقة في النفس في كيفية الاستعداد للتعامل مع تلك المستجدات من خلال تأسيس قوة عربية مشتركة لتكون أداة لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي الأزمة اليمنية غلبت على أجواء قمة شرم الشيخ وخصص لها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حيزا هاما من كلمته متهما جهات إقليمية من دون أن يسميها والحوثيين بالمضي قدما في عدوانهم على الشرعية اليمنية ما استدعى التدخل لردع هذا العدوان وسوف تستمر عملية عاصفة الحزم حتى تتحقق هذه الأهداف عن الشعب اليمني بإذن الله بالأمن والإستقرار إننا نؤكد أن الرياض تفتح أبوابها جميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي شرح للواقع اليمني والأسباب التي أدت للتدخل العربي مهاجما إيران بالاسم أقول للدمية عيران وألعوبتها ومن هنا معه ومن كان معه أنتم دمرت اليمن أنني أدعو إلى استمرار عملية عاصفة الحزم حتى تعلن هذه العصابة استسلامها وترحل من جميع المناطق التي احتلتها في مختلف المحافظات الحرب في سوريا تحدثت عنها كلمات الافتتاح أيضا فأكدت جميعها على الحل السلمي وأكد العاهل السعودي أن الحل يجب أن يكون وفق جنيف واحد ولكننا لا نستطيع تصور مشاركة من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري في الحل من جهته أمير دولة قطر اتهم النظام السوري بأنه حول سوريا إلى ركام والنظام صادر في غيه دون رادع إنه يمارس أكثر أشكال القتل وحشية وشدها بشاعة بما في ذلك التعذيب حتى الموت وعلينا ان نوضح بشكل جازم وقاطع ان هذا النظام ليس جزءا من اي حل فالحل السياسي يعني تلبيه مطالب الشعب السوري واتاحه المجال امام القوى المدنيه السوريه بجميع تياراتها الى تشكيل حكومه انتقاليه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي غادرا عقب الجلسه الافتتاحيه شرم الشيخ عائدين الي المملكه العربيه السعوديه ليتابعا من هناك عن كثب تفاصيل الفعاليات العسكريه في عمليه عاصفه الحزم